اكتب كود راكور وبدا تكتب انت اللي في راسك الله استغلالا لمعلومات وردت الى مقر الفرقة الاقليمية الدرك الوطني بيغمراسي مفادها وجود جرار طارقية جر مقطورة بها حاوية كان سائقها يقوم بانزال سلاح اجنبية الصنع غير مصرح بها باحد المسوداءات بيغمراسي ولاية وهران. بعد التأكد من المعلومات تم تشكيل دورية والتنقل فورا الى عين المكان، وبعد المراقبة والتفتيش الحاوية تم العثور على السلع تتمثل في احذية مختلفة الانواع وكذا خردوات ولوازم مكتبية، علما ان البضاعة المحجوزة لا تحتوي على فاتورة وبعضها محرر بفاتورة وهمية. بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بولاية وهران، تم جرد وحجز البضاعة حيث قدرت القيمة الإجمالية للسلع بمبلغ مالي قدره 1,150,000,000 سنتيم. كما رفعت ضد أصحاب السلع المخالفات التالية: ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري، ومخالفة ممارسة تجارة تدليسية بفواتير وهمية، ومخالفة عدم الفوترة. سيتم تحرير محضر في القضية فور الانتهاء من الإجراءات وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.